بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حبايبي طلاب برايمري 6. النهاردة إن شاء الله بنتكلم مع بعض عن lessons 3 و4 في concept 2. أول حاجة في lesson 3 بيكلمنا عن spinning paper spiral، يعني paper spiral يعني ورق حلزوني عامل زي ورق الزينة كده بتاعت شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. و spinning يعني دوران، يبقى هو الورق الحلزوني اتدور. طب هنشوف بقى الورق الحلزوني دوت يدور ليه وايه الموضوع. الاول نفتكر مع بعض ان the air becomes less dense، كثافة الهواء بتصبح قليلة and moves up. امتى الهواء تبقى كثافته قليلة ويتحرك لفوق؟ اه يا مستر، لما بيتسخن. يبقى هنقول because air is heated، ولما الهواء بيسخن بيحصل له expanse and expanse يتمدد. يعني بدل ما الهواء كان الجزيئات بتاعته قريبة من بعض كده، لما سخن الجزيئات تبدأ تبعد عن بعض، فبالتالي ده اسمه expand، وبالتالي بتبقى أخف، فعلشان كده بتقدر تطلع لفوق. it's and expands its molecules spread out away، تنتشر بعيد عن بعضها from each other. بعد كده العكس بقى، the cool air becomes more dense and moves down. ليه الهواء السائع بتبقى كثافته عالية وبيتحرك لأسفل؟ لأن حصل له العكس، بدل ما كانت الجزيئات بعيدة عن بعض فقدت الحرارة فتبدأ تقرب عن بعض، تقرب من بعض وتبقى ثقلها كبير فتنزل للأسفل. فبنقول because when air is cold it contracts، ينكمش يعني يقرب من بعض، and its molecules come close to each other. بعد كده بنقول hot air moves up while cold air moves down. ليه الهواء السخن بيتحرك للأعلى والهواء السائع بيتحرك للأسفل؟ فهنقول because hot air is less denser than cool air، الهواء السخن أقل كثافة فعلشان كده بيطلع لفوق، والكولد اير عنده هاي دنس فبينزل لتحت. هنعمل اكتيفيتي موجوده في الكتاب بيج 69. هنجيب لايت بالب، مصباح كهربي، وهنجيب تالكم باودر يعني بودره التلك بتاعت الاطفال، وهنجيب بيبر سبايرال وذ ثريد، ورق حلزوني كده مربوط في خيط، ونشوف التولز معانا اهو. زي ما احنا شايفين كده. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب اللايت بالب الاول كده واحنا طافيينها مش هنشغلها. فهنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ ان لما احنا هنرش التالكم باودر عليها هيفضل موجود عليها، مفيش اي مشكلة. فكيس 1 الاوبزرفيشن بتاعتي، sprinkle talcum powder over a cool light bulb. هنلاقي ان التالكم باودر spreads and interferes، بيتداخل وينتشر with cooler air around the light bulb، هيبقى حواليها مفيش اي مشكلة. طيب لو جينا بقى شغلنا اللمبة وزي ما احنا شايفين في الصورة كده ورشينا بقى التالكم باودر، هنلاقي ايه اللي هيحصل؟ when the light bulb is on the powder rises above the light bulb، هنلاقي ان الباودر يبدأ يكون مرتفع عن اللايت بالب، متعلق في الهواء كده لان كثافته قليلة. طب ايه اللي حصل؟ give reason. هنقول because the light bulb releases heat which causes the air above it to rise and carry the powder with it. هنعمل تجربة كمان، فبنقول هنا هنجيب spiral paper، وزي ما احنا شايفين كده هنحطها فوق light bulb بس تكون off، تكون مغلقة مش شغالة. فهنلاحظ الآتي، هنلاحظ إن الـ paper spiral doesn't spin when the light bulb is off. Is off ليه؟ give reason. هقوله because the air around the paper spiral doesn't move. آه يا مستر، معنى الكلام إن الهواء كده ثابت ما اتحركش، بدليل إن الـ spiral paper ما اتحركتش. طيب في الكيس 2، في الكيس 2 هنا لما هنشغل المصباح فهنلاقي إيه؟ هنلاقي اه يا مستر ده المصباح بيطلع حرارة، بيطلع ضوء وحرارة، فالحرارة هتسخن الهواء اللي جنبه. فهنقول the paper spiral spins
when the light bulb is on, because air around the paper spiral expanded and become hot with less density and moved upward, while cooler air that has more dense moved downward. فبالتالي حصل creating a convection current. و استنتج من التجربتين دول ان the movement of air depends on its temperature, ان حركة الهواء بتعتمد على درجة الحرارة. طب تعالوا نشوف موضوع السبايرال بيبر اهو. لما نكون حاطين تحتيها حرارة كده زي موضوع اللامب زي ما اتكلمنا, شايفين بتتحرك ازاي, يبقى حصل هنا convection current. طيب جميل, نيجي بقى قلنا ان الكونكلوجن ان الموفمنت اوف اير ديبندز اون تمبريتشر. ليه؟ لان الوارم اير رايزز اب, الهواء الدافي بيرتفع لاعلى, والكولد اير فلوز داون, بينزل للاسفل اند ريبليسز ذا وارم اير. الملاحظات بتاعتنا في ملاحظتين مهمين قوي. نمبر 1 ذا فيرتيكال موفمنت اوف اير, حركه الهواء الراسيه اللي هي اب اند داون, دي بنسميها اير كارنت, مهمه قوي. طيب ذا هوريزونتال movement of air اللي هي من left to right is called wind, يبقى في فرق ما بين ال wind وما بين ال air current. وبنقول ان the differences of air temperature, اختلاف درجات الحرارة effect, بتأثر على ايه بقى؟ هتأثر على ال air current اكيد, وعلى ال wind وال speed بتاعتهم, يبقى ال speed of air current وال speed of wind, وكمان ال direction of wind movement, لان حركة الرياح بتكون من الأماكن الساخنة للأماكن الباردة. طيب بعد كده هنتكلم عن tools for forecasting, يعني أدوات للتوقع بتاعت الطقس أو للتنبؤ. فأول حاجة tools and technology are very important. ليه مهم جدا التولز ديت واستخدام التكنولوجي في توقع الطقس؟ هنقول because they help meteorologists to make accurate predictions, يعني هي بتساعد علماء الطقس ان هم يعملوا توقعات دقيقة about weather. نيجي بقى في page 71 نشوف التولز اللي بيستخدمها الميتورولوجيست. هنلاقي اول حاجة anemometer اللي هو مقياس شدة الرياح اللي هو قدامنا في الصورة اهو, ادي الانونومتر. طيب ده وظيفته ايه؟ بنقول ان الانونومتر measure the wind speed, او ممكن يقولها tornado's wind speed. طيب رقم 2 weather radar اللي هو قدامنا في الصورة اهو, ادي الweather radar. الweather radar وظيفته ايه؟ detects intensity and speed of precipitation, يعني بيكتشف شدة وسرعة هطول الامطار, وكمان tracks thunderstorms, بيتتبع العواصف الرعدية and hurricanes والاعاصير. في بقى rain gauge, rain gauge اهو, ودوت وظيفته measure the amount of rain in a certain area, في منطقة معينة. Number 4 بقى كنا عارفينهم already قبل كده, thermometer to measure temperatures, والباروميتر دوت to measure atmospheric pressure, قياس الضغط الجوي. نأكد برضو على فكرة how precipitation occurs, ازاي بيحدث هطول الأمطار. بنقول ان small water vapor condenses, بخار الماء بيحصلوا تكثف forming the clouds, والسحب ديت ال air holds them up, الهواء بيفضل رافعهم لفوق كده لان ال clouds بتبقى عندها less density than air. بعد كده number 2 ال water droplets became bigger and heavier, بمرور الوقت القطرات بتاعت المياه اللي في السحابة بتبقى اتقل واتقل وبتتجمع اكتر, وبسبب التقل دوت الجرافيتي بولز الجاذبية بتسحب these big and heavy water droplets toward the ground ناحية الأرض, وبيحصل precipitation هطول الأمطار. Notes number 1 snow is formed, تكون الثلوج. ليه مثلا الأمطار بتبقى في صورة تلج؟ فهنقول because when the air in clouds is cold enough so it changes the water droplets into ice, يبقى لما الهواء اللي موجود في الكلاود يبقى ساقع بدرجه كافيه يتحول الووتر دروبلتس لتلج ويتساقط المطر في صوره تلج. سنوفول اللي هو سقوط الثلج هو عباره عن كريستلز بلورات, يعني قطع من التلج كده, that fall to the earth's surface in the form of snow, في صوره تلج.
بعد كده هنتكلم في ليسون 4 عن extreme weather floats and sand storms، يعني الطقس القاسي من فيضانات وعواصف رملية. أول سؤال: extreme weather phenomena، في ظواهر جوية قاسية such as drought، الجفاف، والفلوتس، الفيضانات، and sand storm، العواصف الرملية، increase، عددهم بيزيد حاليا. ليه؟ قال لي due to global climate change، بسبب التغير المناخي العالمي، فبالتالي دوت أدى لكثرة الظواهر الجوية القاسية دي. طب the effect of too much or too little precipitation، التأثير بتاع هطول الأمطار بقلة أو بكثرة أكيد هتعمل تغير في الإيكو سيستم، فبنقول cause changes in ecosystem such as، أول حاجة damaging of buildings، تلف المباني، and agricultural systems، وأنظمة الزراعة، injuries and death، إصابات ووفيات، occurrence of extreme weather phenomena such as drought and floods. طيب إيه هو الدراوت؟ هو shortage of water that is available، اللي هي متاحة، for drinking growing crops، سواء للشرب أو لزراعة ونمو المحاصيل، و farming animals، حيوانات الزراعة، والإندستري، والصناعة. يبقى ده معناه ان انت مش هتلاقي ميه بقى لكل الاحتياجات اللي احنا قلناها. الفلود اللي هو الفيضان هو العكس، increase the flow of water، يبقى ده بقى ايه، زياده مبالغ فيها في الميه، over the edges، على الحواف، of river bank، على ضفاف النهر، and onto the land، وعلى الارض، around the river. يبقى بالتالي ده كده فيضان، ان الميه تخرج بقى من المجرى النهر بتاعها وتغرق المدينه. طيب الفلوتس اوكور جيف ريزون، ليه بيحصل فيضانات؟ فبنقول increasing the rate of rainfall، ممكن يبقى بسبب زياده الامطار، that happens every 2 years، اللي بتحصل كل عامين. بعد كده ال sudden melting of snow and ice over a region، لو حصل انصهار جليدي في مناطق معينه ده برضه يؤدي لفيضانات. notes every few decades، يعني كل عقود قليله، very العقود اللي هي العقد من الزمن اللي هو 10 سنوات، فكل عشرات السنوات كده بيحصل very extreme floats، فيضانات قاسية جدا وشديدة، occur causing damage، وبتسبب الدامج، التلف، and loss of life، وفقد للحياة. flood is more damage if the land around the flood is frozen، لو كان الأرض اللي حوالين المكان اللي حصل فيه الفيضان ده عبارة عن جليد متجمد، ده بيخلي الفيضان تأثيره أكثر شدة، لأن المية بتفضل موجودة فوق التلج، لكن لو كان الأرض عبارة عن أرض رملية مثلا، ده بيساعد في تقليل حدة الفيضان، لأن الأرض بتمتص كمية من المياه. يبقى because the earth can't absorb the water. طب إيه هي الهارمز of floats؟ damaging of buildings by moving or breaking them، تلف المباني وتفتتها وتكسرها، death of people and animals، طبعا كمان harming of economy، اضرار الاقتصاد، يعني خلاص بقى الزراعات اتدمرت والمباني اتدمرت، فاكيد ده بيأثر على الاقتصاد. طيب في هنا advantage of floats، ميزة في الفيضانات، طبعا هي some ecosystem depends on periodic floats، في نظم بيئية بتعتمد على الفيضانات الدورية بتحصل بصفة دورية، along the Nile، على طول النهر، بحيث ان هي بتزود الطمي بتاع النهر على ضفاف النهر، فالارض بتبقى اكثر خصوبة. اما بالنسبة بقى كده، احنا اتكلمنا عن الدراوت وعن الفلود، دلوقتي هنتكلم عن الساند ستورمز، او بنسميها داست ستورم، اللي هي العواصف الترابية. بنقول occur when very strong winds blow up، لما بتهب رياح قوية جدا، بتهب up sand، اعلى الرمال، or dust، او التراب، or both of them، for other dry area such as desert، يعني الرمال تتحرك بقى من مكان صحراوي لمكان تاني. we can see easily sand storms، نقدر بسهولة ان احنا نشوف الساند ستورمز، because they extend for several kilometers long and its height hundreds of meters، وارتفاع بيبقى لمئات الامتار. وممكن ببساطة اهو نشوف مع بعض هنا ساند ستورمز اهو، زي ما احنا شايفين اهو الشكل قدامنا،
فطبعا تبقى واضحة جدا. طيب بعد كده هنتكلم عن الـ harms of sand storms. Number one, dust reduces the visibility during driving cars. الغبار ده والتراب ده أكيد بيقلل الرؤية أثناء قيادة السيارات وده بيعمل حوادث. Dust accumulates، بيتراكم الغبار دوت والتراب دوت on solar panels، على الخلايا الشمسية اللي بتحول السولار انرجي ل electric energy، وبالتالي مش هتقدر تعمل العملية دي. So they stop generating energy، توقف عن توليد الطاقة. Dust fills up irrigation canals، لما بيملأ بقى الغبار والتراب دوت قنوات الري، فطبعا بتعمل فيها سدود كده، سد، وكمان بتلوث المياه. So water quality decreases، جودة المياه بتقل. Dust damages the plane engines، بتدمر محركات الطائرات كمان. وعلشان كده الطائرات لما بيكون في ساند ستورمز طبعا بينبه عليها بعدم الطيران. harms the human eyes and respiratory system، بتضر العيون طبعا البشرية وبتأذي الجهاز التنفسي. بكده بفضل الله نكون أتمينا شرح كونسبت 2 بالكامل. دعواتي للجميع بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.